تتقدم إدارة قناة ملكي أنخلة وشيف إيفا بالتهاني والتبريكات لجميع مسلمي العالم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، فكل عام والجميع بألف خير. أسعد الله صباحكم أو مساءكم أصدقائي أينما كنتم، معكم أنخيلا من قناة ملكي أنخيلا والشيف إيفا، أهلا وسهلا بكم على قناتنا. أما بخصوص وصفتنا لهذا اليوم فهي تتوافق مع عيد الأضحى المبارك، وهي تشريب لحم الغنم بالخضروات. هكذا تبدو وصفتنا بعدما انتهيت من إعدادها، لذيذة وصحية شهية ومغذية. ولكي لا أطيل عليكم أصدقائي، هيا بنا مع بعض لنرى كيفية تحضير تشريب لحم الغنم بالخضروات. معي أنا أنخيلا، باموس، هيا بنا. أما بخصوص مكونات ومقادير وصفتنا لهذا اليوم فتجدونها مكتوبة في صندوق الوصف أسفل هذا الفيديو، كما وسوف أذكرها لكم خلال الفيديو، فتابعونا حتى النهاية. الآن إليكم طريقة العمل. سأضع قدر حتى منتصفه ماء وأضعه على النار، بعد ذلك سأبدأ بوضع لحم الغنم لغرض سلقه في الماء هكذا. هنا أنا استخدمت بما يعادل 700 جرام، الخيار لكم في كمية لحم الغنم المستخدمة. في هذه الأثناء نظفت الخضروات وسأريكم إياها بعد لحظات. استخدمت هنا 4 إلى 5 حبات من الجزر، و4 إلى 5 حبات من البطاطا، و3 حبات من البصل، ورأس متكامل من الثوم. وبعدما بدأ اللحم بالغليان رفعت عنه الزفرة، نظفته. الآن سأضع 3 حبات من الليمون حامض المجفف، والمسمى لدى العراقيون النومي بصرة، متواجد في الأسواق العربية في دول أوروبا وتركيا. الآن سأبدأ بتقطيع حبة البصل إلى شرائح خفيفة. هكذا. الآن سأضع شرائح البصل مع اللحم أثناء تواجده على النار بهذا الشكل. أعاود تغطية القدر. بعد ذلك سأبدأ بتقطيع الجزر على شكل حلقات، هكذا يبدو معنا بعدما نظفته وغسلته. بعد ذلك أضع الجزر بعد تقطيعه في القدر مع بقية المواد هكذا. وأستمر بتقطيع ما تبقى من الجزر ووضعه في القدر.
وهكذا يبدو معنى الثوم بعدما قشرته وغسلته. سأبدأ بتقطيعه إلى قسمين. ومن ثم سأضعه مع بقية المواد في القدر هكذا. وها هي حبات البطاطا الأربعة بعدما قشرتها. سأبدأ بتقطيعها بهذا الشكل إلى مكعبات كبيرة. بعد ذلك سأضع بما يعادل 3 ملاعق طعام من أي زيت نباتي تفضلونه فوق الوصفة. ومن ثم سأضع رشة خفيفة من ملح الهيمالايا الصحي. سأضع أيضا بما يعادل 1 كوب من الكركم وملعقة طعام من الكاري. أبدأ بخلط المكونات هكذا تحريكها. الآن سأضع البطاطا وأتركها على نار متوسطة حتى تنضج معنا جميع المواد. مع مراعاة تغطية القدر حتى المنتصف. الآن وبعدما أصبحت وصفتنا جاهزة للتقديم، سأضع فوقها بما يعادل 1 كوب مملوءة من الكمون وأطفئ عنها النار. أثناء طهي هذه الوصفة وضعت بما لا يقل عن 1 ملعقة طعام من الفلفل الأحمر، نسيت ذكره أثناء الشرح. الآن سأغرف الوصفة في طبق التقديم هكذا. وصفتنا لهذا اليوم لذيذة جدا وصحية ومغذية، جربوها ستعجبكم أصدقائي.
بعد ذلك سأضع فوقها رشة خفيفة من الأعشاب العطرية، وهذا اختياري. بإمكانكم وضع أوراق من المعدنوس أو البقدونس المفرومة ناعمة والطازجة على وجه الوصفة. الخير لكم أصدقائي، وها هو الشكل النهائي لوصفتنا بعدما أصبحت جاهزة للتقديم. بألف صحة وعافية. وبهذا أصدقائي تكون وصفتنا لهذا اليوم تشريب لحم الغنم بالخضروات قد أصبحت جاهزة للتقديم. بألف صحة وعافية. أصدقائي، أتمنى أن تكون وصفتنا لهذا اليوم قد نالت إعجابكم ورضاكم، علما بأن جميع وصفاتنا هذه خاصة بقناة ملكي أنخيلا والشيف إيفا. وقبل اختتام هذا الفيديو معكم أصدقائي لهذا اليوم، نحن بحاجة إلى تفاعلكم ودعمكم للقناة من خلال اللايك والشير وسبسكرايب والكومنتس. إذن انتظروا تعليقاتكم وآراءكم ومقترحاتكم في التعليقات أصدقائي، ومشاركة هذا الفيديو مع أحبتكم وأصدقائكم ليتسنى بالتالي وصوله إلى أكبر عدد من المتابعين والاستفادة منه. أحبتي، لا تنسوا تفعيل جرس التنبيهات لتصلكم جميع إشعاراتنا أولا بأول. كل الشكر لمن اشترك في القناة مؤخرا ولكل من يدعمنا من خلال المتابعة والتعليقات ومشاركة فيديوهاتنا. انتظروني بوصفات جديدة، كنت أنا معكم أنخيلا. أستودعكم الله وأحبكم كثيرا. أديوس، إلى اللقاء.